السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الشبكات مرحلة رابعة، مادة الـ Embedded System Lab. هذا الفيديو راح أوضح التجارب اللي مكتوبة هنا بالأخضر، واللي بالأحمر هي ما نتطرق لها. أول شيء راح أبدي بتجربة التشغيل وإطفاء الليد، وهذا بالنسبة للبارت الأول. البارت الثاني إنه سويت مثل الترافيك لايت، إنه أشغل 3 أضوية وأطفيهم. أول شيء راح أبدي أبسط شيء إنه أشغل ليد وأطفي. راح أحتاج شنو؟ أحتاج أردوينو، وأحتاج بريد بورد، وأيضا أحتاج ليد. هنا الليد الجزء اللي على اليمين اللي هو المعكوف، إذا أسوي زوم على الليد شوف جزء معكوف وجزء عادي. الجزء المعكوف هو هذا الموجب، الجزء العدل هو السالب. فهذا الجزء اللي حربطه ويا مثلا البن 13، والجزء الآخر اللي حربطه ويا البن أو الجراوند. أقدر أعطي لون إله مثلا حتى بس أميز. أوكي. طبعا اكو هنا شيء اضافي بس هو اختياري مو اجباري، اقدر اضيف هنا اضيف مقاومة حتى الليد عندي لا يحترق. مثلا هنا المقاومة اضيفها واجيب هذا الواير احطه هنا، فبيجي حالة التيار اللي حيمر بالليد مو عالي وبالتالي ما يحترق. بس هذا شيء اوبشنال طبعا مو ضروري، بس انا راح ابقي هالجزء واكتب الكود اللي انا اريده. هنا ماكو داعي، الكود هو مكتوب اصلا بالفويد سيت اب. هنا أنا عندي فويد سيت اب، داسيت البن مالتي واحطه كاوتبوت، اقول انا بن رقم 13 بامر الاول كود البن مود، اقول له بن رقم 13 وعندي اوتبوت وهذا هو البن رقم 13. وباللوب فويد لوب او الفانكشن مال لوب هنا أنا ايش دا اسوي؟ ال 13 دا شغله، يعني دا اقول له هاي، ورا الثانية يبقى مشتغل وراها يطفى لمدة ثانية، وحيضا ينعاد اللوب وهكذا. بس اذا اشغل هذا البرنامج البسيط اقول له start simulation، اللي ذا حيشتغل ثانية ويطفى ثانية ويشتغل ثانية ويطفى وهكذا. فالتشغيل والاطفاء حيكون كل واحد على ثانية ثانية. هذا هو الجزء. الجزء الثاني انه اسوي ترافيك لايت، اللي احتاج شنو؟ احتاج 3 ليدات مثلا، هذا اللي حسوي اصفر وهذا اسوي اخضر مثل الترافيك لايت اللي حسويه. ايضا حسوي هاي الفقرة مال المقاومات، كل جراوند يدخل للليد فهو يدخل ك يعني بمقاومة وياه. هذا طبعا حيكون مشترك، اقدر احطه هنا مثلا. واقدر اسحب من عنده مشترك مثلا، اسحب من هنا لهنا، اسحب من هنا لهنا، اسحب من هنا لهنا. فبهيج حالة وزعت الجراوند لكل واحد. هذا هو المشترك، حطيت لهذا الليد وراح اعطيت لهذا الليد، وايضا اعطيت لهذا. يعني هذا هيك شيء حيصير. سويت بقى اربط البنات، لانه عندي الاحمر مربوط على البن مالته اللي هو 13، الاصفر ايضا احتاج اربطه على البن مالته. حربطه مثلا على البن رقم 12، هذا حربط على البن رقم 11. خدتهم الوان حتى اميزهم. اوكي، بس بقى اكتب الكود، والكود نفسه حيصير
بس هنا عندي كان لد واحد اسوي 3 لدات. على حسب عندي رقم 12 ايضا اوتبوت والرقم 11 ايضا اوتبوت. هنا أنا اقدر اكرر هذا الكود، هذا كان بالنسبة لل 13 اقدر احط هسه لل 12 وايضا لل 11، وحتى اضبط انه يكون الترافيك لايت صحيح بعد اضيف جزء رابع. بس اقول هذا شنو الجزء الرابع، فهذا هقول له 12، هقول له 11، بس هقول انا شو سويت هنا، انا هذا 12 اعطي هذا 500 ثانية او 500 ملي سكند، وايضا هذا 500 ملي سكند. هنا شو سويت؟ اول شيء حطيت الاوتبوت مالتي اللي هو 3 بنات عندي، لان عندي 3 لدات هنا أنا، وكل واحد ربطته على بن هنا. اوكي، هنا حطيتهم جراوند مشترك كل واحد. وايضا هنا أنا من سويت باللوب شو سويت؟ كنت بس اشغل ليد واحد، هذا كنت اشغله واطفيه لمدة ثانية. هسه شو سويت؟ شغلت هذا لمدة ثانية وراح انطفى، وراح هذا راح يجي يشتغل الورا اللي هو البن رقم 12 او الليد رقم الليد اللي لونه اصفر، وايضا يطفى لمدة نص ثانية يعني 500 ملي سكند، وراح يشتغل الاخضر لمدة ثانية ويطفى، وراح يرجع يشتغل الاصفر نص ثانية. ليش؟ لانه بالترافيك لايت نعرف احنا يعني التسلسل مالتهم هيك، يشتغل الاحمر وراح يشتغل الاصفر وراح يشتغل الاخضر وراح يرجع على الاصفر يلا يرجع على الاحمر. فهيك الفكرة هتكون. هسه اذا شغل الكود راح يصير مثل ما يعني قلت قبل شوية، يشتغل الاحمر ثانية ويطفى، اصفر راح يشتغل بسرعة ويطفى، وهكذا. هاي فيما يخص التجربة الأولى. خلنا نشوف التجربة الثانية. امسح الكود، امسح الكود. التجربة الثانية شنية؟ التجربة الثانية إنه أشغل وأطفي ليد باستخدام البوتن، أيضا بسيطة، بس أحتاج أصفي اللي عندي هسه. هذا الليد كمان الوايرات مالتهم. اوكي، بس بقيت ليد واحد هو والجراوند مالته. احتاج هنا بوتون. اوكي، البوتون احتاج اعطي طرف، اتخيل هالبوتون شلون صايره. هاي هي البوتون، طرف يفوت له 5 فولت، والطرف الآخر اللي حيكون مشترك واحد يروح للبن اللي أنا أريده. مثلا خلينا نقول راح نحط البن 12، ونفس الوقت هنا أنا مشترك أكو مقاومة وراها جراوند. فهي حصل هيجي الفكرة حطبقها. بس إذا يعني اعتبر المخطط اللي أنا سويته، واحد يروح للخمسة فولت، هذا هو 5 فولت، اوكي. بعدها شو احتاج؟ خلاص هذا شوي فوق، احتاج هنا أنا هذا الجزء، هذا الجزء يروح للبن رقم 12 مثل ما قلت، هذا هو البن رقم 12. أعطي لون مثلا بينك، والجزء الآخر راح يروح مقاومة وراح يروح للجراوند. فراح أحط هنا مقاومة، وهذا أيضا أوديه للجراوند. هنا عندي جراوند هنا مشترك، فراح أوديه رأسا للجراوند. فهسه سويت نفس اللي أنا رسمته هسه بالوردي. إذا أضع المخطط، هذا الجزء هو 5 فولت، هذا هياته 5 فولت رايح للطرف الأول مال البوتن،
الطرف الثاني جزء منه يروح هذا اللون البنفسجي أو الوردي، راح للبن رقم 12 هذا. الطرف الآخر ارتبط بمقاومة، هاي المقاومة هياتها، وراح للجراوند. فبس بقى انه اكتب الكود مالتي. الكود ايش يحتاج؟ يحتاج شغلتين بالفويد سيت اب، انه جزء انبوت وجزء اوتبوت. جزء الانبوت مالتي من هو الليد بن مود رقم 13، الليد هو نقول له اوتبوت. وعندي بن مود اخر اللي هو رقم 12، هذا سويته انبوت. انبوت لانه دا اخذ منه قراءة انه اون او اوف. السيت اب مالتي ايش راح يكون؟ اف اذا عندي البن رقم 12 اخ نقول له ديجيتال ريد، البن رقم 12 هي هاي، سوي لي الاتي، شغل لي ديجيتال رايت رقم 13، سوي لي هاي. طبعا ما نحتاج هنا هذا لانه هو سطر، او اي هو سطر واحد، فما نحتاج. else ايش راح يكون الالس مالتي؟ انه طفي لي الليد 13 لو. فهسه الاف والالس مالتي ايش راح تسوي؟ انه من تشوف البتن انداس هنا لانه انا حطيت على رقم 12 راح يشغل لي الليد، واذا عدا ذلك فهو الليد مطفي. هسه اذا شغل البرنامج مالتي الليد راح يبقى طافي، يعني المفروض من الحدث هسه الدقمة راح يشتغل الليد. ثاني ضاغط على الدقمة، شلت ايدي، انطفى، دست مرة اخرى اشتغل، وهكذا. اوكي، هاي فيما يخص هذه التجربة. انتقل على التجربة اللي وراها اللي هي البزر. بزر تقريبا ما راح اغير شيء هنا أنا، بس راح اضيف بزر لانه يعني تقريبا نفس الجزء، انه من ادوس الدقمة البزر يشتغل، ومن اشيل ايدي من الدقمة البزر يطفى. طبعا هي التجارب مو شرط تكون نصا من الملزمة، يعني انا شوية غيرت عليها بس للسهولة، ولا هو يعني اللي تريد اذا تريدون تطبقون طبقوا على الملزمة. فاللي احتاجه هسه بس اضيف بزر، او البيزو يسموه، هذا هو البزر. الطرف اللي حطيه للجراوند مثلا هذا الطرف، همشي هيج هذا، خلها لونه بالاسود حتى ميزه. هذا هو الجراوند. والطرف الاخر اللي حطه ويا بن، ليش بن؟ حتى انه من تنداس الدقمة البن اللي حيشغل ليها او يطفي ليها. راح احط على رقم مثلا 11 ولا مثلا اورنج. فهسه اللي صار شنو؟ انه اعطيت جراوند للبيزو او هذا البزر اللي يعطي صوت، والبن الاخر حطيته على رقم 11. الكود نفسه ما التجربة السابقة، بس شو احتاج اضيف؟ احتاج انه اقول له بن مود رقم 11 وهذا هو اوتبوت، انه البزر هو اوتبوت. هنا ايضا شو احتاج اضيف؟ سطر لاخ يشبه القبله، بس بما انه صار سطرين بالاف لازم اضيف قوس المجموعه وانهي قوس المجموعه. نفس الحاله بالالس، افتح قوس مجموعه وانهي قوس مجموعه. هنا انا لو انا راح اقول له طفي لي البيزو، شغل لي هنا فوق البيزو. فهسه منها هسه هذا الكود كمل. لها شغل التجربة انه من الحدوس هذا بيزو يشتغل الصوت مثل ما تلاحظون، يعني لانه انا قلت له يشتغل الليد والبيزو او البزر من ادوس الدقمة. تجربة البزر كملت.
نروح على المقاومة المتغيرة البوتنشيوميتر أو بوتنشيوميتر. أوكي الكود ما نحتاجه. فكرة هاي التجربة خل أشيل الغراض اللي عندي حتى أجيب المقاومة المتغيرة. أحب أقلد لأنه أحتاج شغلة. ها هي المقاومة المتغيرة. المقاومة المتغيرة بها ثلاثة أطراف، طرف جراوند اللي هو اليسار مثلا، الحر الطويل المشترك، والطرف الطرف اليمين هو ال VCC أو الخمسة فولت. وطب الخمسة فولت، والطرف اللي بالنص اللي هو يقرأ لي قيمة المقاومة المتغيرة اللي حتكون قراءتها أنالوج، راح أوديها مثلا لل A0. هسه شو هحتاج بالكود؟ إنه اللي حسوي إنه من أغير الريجليتر مال المقاومة المتغيرة حسب قيمة المقاومة المتغيرة راح تكون التشغيل والإطفاء مال الليد. في الكود ايش راح اسوي هنا؟ أنا احتاج هنا مثلا اعرف متغيرين ولا كونست انت اللي هو السنسر. انا وين حطيت السنسر؟ هذا السنسر اللي حكيت به هو هي هذا اي زيرو. فأنا احتاج اقول له انه اختصر اي زيرو، وراها كون متغير مثلا قيمة نسميه value اللي يحتوي لي القيمة مال السنسر. أنا أحتاج بما أن دا أتعامل ويا السريال أحول إلى سريال دوت بيجن على 9600. أوكي طبعا هنا عندي أيضا بن مود، هنا عندي ليد بن مود ماتي اللي هو البن رقم 13 اللي هو الليد، وهذا يعتبر أوتبوت. داخل الليد لازم احتوي قيمة السنسر، راح اقول لك الفاليو شو يساوي انالوج ريد اقرا لي قيمة السنسر. طبعا هنا يعني اقرا لي قيمة السنسر بما انا دا اقول اقرا لي قيمة ال A0 اللي هو مربوط بالجزء الوسط مال المقاومة المتغيرة. بعد شو احتاج هنا أنا. احتاج اشغل الليد الجزء الرايت لرقم 13 اللي هو الليد، واقول له هاي، والديلي مالتي او التشغيل مالتي حيكون بقد قيمة الفاليو. فاذا المقاومة قليلة حي يشتغل ويطفى بسرعة، اذا المقاومة عالية حيشتغل ويطفى اقل. هسه عندي ديجيتال رايت من رقم 13 لو ولا ديلي ايضا فاليو. الفاليو هي القيمة اللي اذا تنقري من المقاومة المتغيرة، اذا كانت عالية حيطفى ويشتغل يعني بصورة اقل، اذا كانت قليلة يشتغل بصورة سريعة. فهسه هذا خلص الكود. اذا اشغله انا الليد اذا تباعه هو اشتغل وما دا يطفى. ليش؟ لانه حاليا انا مصفر المقاومات، كل ما اقل الريجليتر تلاحظون انه حيقوم يرمش، كل ما اقل الاكثر الاشغال والاطفاء مالته راح يقل. ليش؟ لانه القيمه مال فاليو اللي يقراها اللي دا تنحط بالديلي دا تقل او العفو دا تزيد، كل ما تزيد كل ما الديلي يكثر. طبعا سلاح زيد حيقلل الاطفاء والاشغال مولد. وهكذا. اوكي خلينا ننتقل للتجربة اللي وراها.
ار اكس والتي اكس. هاي التجربة ما نحتاج هذه الأجزاء، فقط نحتاج الأردوينو. كود شلون راح يصير مالتي؟ كود راح يصير كالآتي. وخلي أقول بالأول شنو فكرة هاي التجربة. الفكرة إنه أدز قيمة عن طريق السيريال مونيتر مالتي من الحاسبة أو من ال أدزها من الأردوينو تجيني للحاسبة كأوتبوت، فتصير مثلا ريد أو ريسيف أو سيند وريسيف وهكذا. بس راح أبدي هنا شو أحتاج سيريال دوت بيجن حتى داقة من السيريال مالتي، وباللوب شو أحتاج أقول له إذا السيريال مالتي متوفر available، هاي هي function خاصة بالسيريال available أو يساوي العفو أكبر من صفر أو لا تساوي صفر، نقدر يعني هواية اختيارات اكو. فخليني نمشي مثل الملزمة، أكبر من صفر تسوي لي الآتي. كون لي متغير من نوع كاركتر أسميه مثلا اكس، هذا الاكس ايش راح يسوي؟ راح يسوي سيريال دوت ريد، فالقيمة اللي حادزها راح يقراها وين يحط ليها بالاكس ويخزنها. وراح ايش اسوي؟ اقول له سيريال دوت برنت دوت رايت انه يطبع لي اياها، يطبع لي قيمة اكس. بس الان ايش راح ادز هنا؟ ايه الفكرة شنو؟ انه ايش راح اكتبه هنا يطلع هنا بالاوتبوت. فكأنما اني هنا سويت سند وهنا صار ريسيف. من تطلع بالشاشة هنا بيصير ريسيف بالموضوع. اوكي خل اجرب اشغل البرنامج. اوكي هنا دي يقول لي انه انت الاف مالتك ما سديتها، هاي سديتها. شغل البرنامج اشتغل عندي، افتح السيريال مونيتر. هسه السيريال مونيتر دي ينتظر من عندي عاز انه من هنا ادز له فد حرف هو يستقبله. فراح اقول له مثلا حرف الاي استقبله، ما طول طلع بالشاشة اللي فوق يعني استقبله. بالتجربة شو مسوي هو؟ خلي أوقف البرنامج. اللي مسوي إنه كاتب x زائد واحد. شو حيصير إنه من يدز حرف؟ أنا يعني مثلاً من دزيت حرف هنا أنا، هذا الحرف من اللي حيطبع له حيطبع زائد واحد. يعني مثلاً إذا طبعت a يطبع لي b، إذا طبعت مثلاً رقم واحد يطبع لي رقم اثنين. فخلي نجرب a يطبع لي b، واحد طبع لي اثنين، عشرة يطبع لي 11 طبع لي 11. على كل فهي يعني دي يتعامل ويا كاركترز مو ارقام طبعا، لانه انا الشيء دا كتبه هو كاركتر صفر واحد مثلا دبليو اكس وهكذا. هاي فيما يخص هاي التجربة تي اكس لار اكس. خلينا ننتقل للتجربة اللي وراها. هنا أنا تجربة الدايود الحساس للضوء. خلينا نشوفها. الكود ما احتاجه بعد. اوكي شو احتاج قطع هنا؟ أنا احتاج بريد بورد، احتاج هنا مقاومة متغيرة، العفو دايود حساس للضوء هو هذا. وش احتاج ايضا؟ هاي هذا الجزء اللي حرطه بالجراوند. وهذا الجزء حرطه بالخمسة فولت. هذا الجزء احتاج بمقاومة تقريبا يشبه البوتن من انشنت ربطه. هذا راح يروح للجراوند،
ومن أنا أحتاج القراءة مالته اللي تطلع لأربطها بالأنالوج بن، فهذا راح أربطه بالأنالوج بن. هذا اللي بيتعلق بالأنالوج بن راح أسويه بنفسجي، هذا الخمسة فولت راح أسويه أحمر، وهذا راح أسويه أسود اللي هو الجراوند. يعني تقريبا هو هاي التركيب مالته. هسه أحتاج إنه أكتب الكود مالتي. بما أني دا أتعامل ويا السيريال فراح أقول له سيريال دوت بيجن 6600. أوكي، شو أحتاج هنا أنا؟ خلي أكون متغير constant اسمه قيمة السنسر، راح أربطها على الأي زيرو، البن أي زيرو constant value، هاي أخزن بها قيمة الـ value قيمة السنسر. فأقول له value analog read المن للسنسر. فإذا كانت قيمة القراءة مالتي value أقل من 10 مثلا serial dot print لن مثلا dark، يعني كلش مظلم. يعني هنا أنا القيم اللي حيقراها هذا الحساس الدايود حساس للضوء، إذا كانت القيمة قليلة معناته الغرفة مظلمة أو البيئة اللي هو يعني محطوط بيها مظلمة. كل ما تزيد القراءة كل ما يعني شدة الإضاءة دي يتحسسها أعلى وأعلى وهكذا. هسه خل أكمل الكود اللي دار أكتبه. إذا أو نقول else if، إذا الـ value اللي تحسسها أقل من 200 مثلا، أقول له serial dot print مثلا dim، همشي مثل ما مكتوب بالملزمة أحسن. else if أني للسهولة الحقهم أنسخ كوبي بيست. بس عندي هنا أنا هذي 500 وهذي بالنسبة لل800 كقيم، الدم وراها الدارك وراها اللايت مثلا. يعني طبعا هي مجرد كتابات نصية ما تأثر. برايت مثلا، والإلس الأخيرة اللي هي بعد ماكو غير خيار، إلس اطبع لي دوت برنت لين فيري برايت. قبلها حسيت كتابة حتى يصير الكود يعني شكلها أرتب، اللي هي سيريال دوت برنت مثلا أنالوج ريد، أي أنالوج ريد أوكي يساوي serial dot print الفاليو القيمة اللي أنا يعني قريتها من السنسر، وراها راح يطلع لي الهاي. إذا اشتغل البرنامج أوكي، هاي مصر كوست خلينا نشوف هسه بالسيريال مونيتر مالتي قاعد يقرا قيم. هنا طبعا هنا اقدر اتلاعب بالهاي بس يقرا يعني بسرعه كلش، فخلي اضيف شيء شويه حتى الحق على القراءات اللي يقراها. اضيف هنا بنهايه الكود ديلي مده ثانيه واحده حتى يقرا يسوي القراءه كل ثانيه، مو يعني بالسرعه اللي يمشي بيها. اقول لك كلير، هسه كل ثانيه راح يقرا لي قراءه. هسه حاليا الحساس ده يقرا اقل اضاءه، أنا أعلي الإضاءة وأشوف شوية أعليها. فلو قيمة قامت تزيد هنا أنا صارت 118 قراءة، فشاف ليها أنه هي دم. شوية أعلي لايت بدأت القراءة تزيد. أوكي برايت وصل، هاي فولت ال فوت الجيج هنا أنا. بس أعلى قيمة اللي تقراها المقاومة أو العفو الدايود الحساس هو 679، فما راح يعبر البرايت.
لأنه يحتاج أكثر من 800، يعني يحتاج أكثر من 800 حتى يقوم يقرأ لي الفيري برايت. بس المهم يعني الفكرة وصلت هنا، إيش دا أسوي؟ أوكي، خلينا ننتقل للتجربة اللي وراها. سيفن سيجمنت، هتخلص من دمي اللي عندي. اوكي، سيفن سيجمنت شو احتاج اني؟ سيجمنت احتاج هاي القطعة. احتاج ايضا مقاومات، يعني احنا بالمختبر ما حطينا مقاومات، بس يعني هنا للأمان، انه حتى التيار لا يمر، لا يجي تيار عالي على السفن سيجمنت اللي عندي. من الصفر للستة، اوكي، هاي هنا احولها كاثود، لانه يعني عندي انود وكاثود، انا هشتغل بالكاثود. هنا بالكوم 1 وكوم 2 احطيها جراوند، اقدر اجيبها مثلا من هنا جراوند، اوكي، اقدر من جوا ايضا، هذا يعتبر جراوند. اوكي، هسه ربطت الجراوندات 2 بالبنات الوسط، خليني اسوي لونها اسود. اوكي، هسه راح البنات اللي بعدها اللي هي هاي دي اش اللي قاعد لي اي والبي، هاي الدوت فما اهملها، ما اشتغل بيها. سي دي اي جي، يلا اف، فاني حربط مثلا الاف هنا، يلا جي. فهذا هو البن الاول، حرف طويل اي، البن الثاني ويا البي، الثالث ويا السي، قبلها هي الدوت ما لي دخل بيها، اني على السي. الرابع ويا دي، الخامس ويا الاي. اي صح، هنا صارت هوسة مال الورد، بس المهم دي تشوفون ايش دي صار هنا. يعني الخامس ويا الاف، انا هسه دا اشوف هذا جي، انا اضرب طويل الاف، هذا الاف. السادس ويا الجي، اوكي، هسه حاليا الوايرات الربطة هنا مضبوط. بقى شنو؟ بقى برمجة او اكتب الكود مالتي، بس كل شيء كامل الربط. انا للسهولة حتعامل وياها كارقام، انتم تقدرون تعرفون لي فوق كل بن له اسم، انا لا راس حسويها كارقام، اقول له بن مود مثلا، انا ايش عندي هنا؟ صفر اوتبوت لحد الستة، هذا كود راح نسخه، 1 2 3 4 5 6 7. اوكي، عندي 0 1 2 3 4 5 6. هذني الأرقام من جبتها أو إيش أكتباني؟ هذني الأرقام هنا، هي نفس الأرقام اللي صفطتها هنا كتسلسل بنات. فالصفر ربطت على الأي، الواحد ربطت على البي، وهكذا لحد ما وصلت للجي اللي هي هذني. وهكذا للأخير. زين، بعد شو احتاج بالكود مالتي؟ احتاج انه اشغلهم فهي للسهولة انا ما راح اطول بالكود، يعني نقدر هواي نقدر نسوي شغلات هنا، يعني من ضمنها تشغيل الارقام والى اخره. فاني بس مثلا هشغل فد رقم معين او رقمين، وها هي راح اقول له مثلا ديجيتال رايت الرقم صفر، هاي هذا الكود اللي حنسخه لمدة، العفو، على عدد 1 2 3 4 5 6 7. شنو القصد من هاي؟ ليش جا اسوي؟ هسه ذني بس بقى عندي الارقام
إذني من أشغلهم كلهن معناته راح يشتغل عندي رقم 8. يعني هي بديهيا إنه كل ال هي ذني شنو الصفر والواحد والاثنين، هي ذني هاي، هذا الصفر، هذا الواحد، هذا الاثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. فأني هسه إذا أباوع على هالخريطة من أرد أشغل فد رقم معين، إذا هذني كلهن هاي تصير معناته رقم 8 راح يشتغل. بس إذا شغل يعني في شيء بديهي جدا إنه أبغى أخذ رقم 8، زين إذا أريد أشغل رقم 0 ولا ستوب، هسه حاليا الخريطة قدامي مثل ما دابعوا هنا، إذا أريد مثلا خنعوا في رقم 0، نسوي رقم 4، رقم 4 يكون بهالشكل. هسه أبغى يعني شنو اللي ينطفى هنا بالنسبة لهذا الشكل، أبغى مثلا عندي الصفر طفى، صفر واحد الثلاثة طفى والأربعة طفى، وهاي بقية كلها مشتغلات. بس لو بقي الصفر راح أسوي مطفي لو، والثلاثة أيضا مطفي لو، الأربعة مطفي لو. أوكي، فهسه المفروض من أشغل السيميليشن مالتي يطلع لي رقم 4. هذا هو رقم 4. المهم يعني الفكرة وصلت، انتو بعد يعني راح تكون شلون تتعاملون ويا هذا الـ 7 سيجمنت كتشغيل الأرقام إلى آخره. أوكي، هسه هاي التجربة خلصت، ننتقل للتجربة اللي بعدها. تجربة الكيباد، تجربة الكيباد شوية الكود مالتهم طويل، بس لحن الربط مالته سهل، خل اربط بالاول الكيباد. هذا هو الكيباد مالتي. اوكي، هذا الكيباد. الربط مالتي حيكون كالاتي: 5 4 3 2 9 8 7 6. فهي 5 4 3 2 وهذا الكولوم واحد من يبدي من 9 8 7 6. خلينا نحط هيج، فتلاحظون شلون صار الربط هيج. قرب حتى تشوفوه. اوكي، هسه هذا الربط يعني ما بيه شيء، كلش بسيط. اروح للكود مالتي، لو عندها تعمل ويا كيباد احتاج اربط المكتبة مالتها اللي هي include keypad .h. اوكي، احتاج اكون متغير من نوع بايت، هذا راح اسميه الاسطر، عدد هنا 4، متغير آخر سمي الأعمدة، عدد هنا 4. أحتاج أكون متغير من نوع كاركتر سمي كيز مثلا، هذا هو داخله الروز والكولومز. أفتح يساوي، أفتح قوس مجموعة. هنا أنا شو أحتاج؟ بس هنا أنا شنو الفكرة مال هذا الكاركتر أو الفاريبل اللي كونته من نوع كاركتر؟ أنا فكرت إنه أسوي الخريطة اللي هي موجودة هنا أحولها لبعض الكاركتر أو داخله. فس إذا أبدي بهذا الشيء أسوي 1 2 3، أي ست القوس فارز. هذا من دا أجيب، من دا أجيب من الشكل اللي قدامي مع الكيباد. راح نسخة أنا بس دا أسوي نسخ ولصق حتى للسهولة. هاي 4 6 7
ثمانية تسعة سي نجمة هنا أنا. صفر هاش ودي. اوكي فهسه انا رسمت الخريطة او نقلتها من الشكل اللي قدامي هنا أنا بشكل مصفوفة. شو احتاج بعد؟ اكون اربط هذني البنات او هاي المتغيرات اللي كونتها من نوع بايت اربطها بالبنات مالتي اللي اني سويتها هنا أنا. شلون اكون متغير ايضا من نوع بايت، بايت واسميه مثلا روبنز، او هذا المتغير هو يحوي لي الروز اللي هي عددهن اربعة، داخل حيكون خمسة اربعة ثلاثة اثنين، هاي هي الروز. ايضا احتاج الكولونز سي بي مثلا سميت اني تسعة وان سبعة ستة. هذين من داجي من الأرقام، هذني البنات اللي أنا ربطها بالأعمدة والأسطر والأعمدة، هذني هي هذني. أوكي زين، بعد شو أحتاج؟ أكون أوبجكت من هاي الكلاس اللي سحبتها أنا اللي هي الكيباد، كيباد كيباد أو نقدر نسميه أي شيء، يعني مثلا نسميه يوسف، يعني الأوبجكت سميناه يوسف. شو يساوي الكيباد؟ قوس ماك كي ماب، قوس الكيز اللي كتبته فارز رو بنز كولومز بنز رو كولوم شد القوس، هذا الكيز هو هذا. بعد عندي هنا أنا سيريال دوت بيجن، يعني دوت عملية سيريال تسعة ستة صفرين. وهنا أنا أحتاج أكون أو مو أكون، وإنما أكون متغير سمي مثلا كي، هذا الشيء حويلي سيريال دوت ريد على ما أعتقد هذا الشيء، أو العفو مو سيريال دوت ريد، يوسف دوت جيت كي. الأوبجكت نفسه يستدعي هذه الفانكشن، فإذا حسوي إف شرطية، إذا الكي اللي أنا سويته لا يساوي نو كي كي، أو نقدر نقول لا يساوي صفر مثلا، سوي لي الأمر الآتي. طبع لي سيريال دوت فرنت الكي، او الحرف اللي طبعه او داس الدقمة لهذا الشخص. بس اذا اشغل السيموليشن، اوكي نفتح السيريال مونيتور مالتي، هنا من لحد دوس دقمة، من لحد دوس دقمة هنا حتطلع بالسيريال مونيتور، من لحد دوس واحد مثلا طلع الواحد، من لحد دوس تسعة مثلا طلع التسعة، لحد دوس دي طلع دي، وهكذا شباك ستة ثلاثة اي، يعني وهكذا. المهم يعني الصورة وضحت. هذا هو الكيباد. طبعا اكو طريقة اخرى انه مسويت الست، انه عن طريق الدقم اشغل ضوء واطفي ضوء او الليد. شوفوني عندي وقت والفيديو صار هواية، بس يعني اوكي خلا اطبقها مو مشكلة، يعني بعد تجربة واحدة بس ديجة بسيطة. احتاج البورد، هذا هو البورد مالتي، او يمكن ما احتاج بورد، ما اعتقد احتاج بورد، بس احتاج ليد احطه هنا انا وربطه هسه الليد بالبن 13 وبالجراوند بسهولة. مش لحسب هسه بالكود اعدل عليه في شغلة. هنا انا بداخل هاي الاف مالتي، اذا اقول له اف الكي اللي انداس اي
يساوي فد شيء معين. أنا أحدده مثلا أقول له إذا داس واحد يشتغل الجلوب أو الليد، إذا داس صفر يطفي الجلوب. أقول له هذا الليد واحد أو بن رقم واحد، إذا داس هذا الشيء أقول له ديجيتال رايت رقم 13 اللي هو البن اللي حطيت عليه الليد ولا هاي. زين إذا داس مثلا داس الصفر دقمة الصفر أقول له ديجيتال رايت 13 لو. بس هنا مبين الكود يعني فكرته راح أشغل السيميليشن مالتي. هسه المفروض من أدوس دقمة واحد يشتغل الليد، اشتغل. من أدوس صفر راح يطفى، طفى، اشتغل، طفى، وهكذا. اوكي هذا الجزء الاخر من الكيباد لان هو تجربتين بيها. هاي فيما يخص تجربة الكيباد. خلينا نشوف ايش بقالنا. وقد ان تجربة ال LCD. اوكي خلينا نشوفها. اللي يحتاجه هو LCD هذا. نحتاج بريك بورد ايضا. هو ربط البنات موجود بالملزمة، فاني اللي هحتاجه شنو هنا. أنا هاي التجربة شوية ربطها مزعج بس كودها جدا سهل، فاللي حتأخر به هو الربط. نحتاج شنو هنا؟ نحتاج مقاومة طبعا. خلينا ننزل فد مقاومة هنا، واحتاج اربط ال واطلع جراوند. هذا هو الجراوند، احطه هنا مثلا. احتاج 5 فولت يكون هنا مثلا او للسهولة، بس لحب اعدهم حتى افرق. هذا حيكون الجراوند، هذا راح يكون الخمسة فولت مالتي. هنا أنا بالربط راح يكون الجراوند ياخذ منه واحد بالستاش وبالواحد، فاحتاج الرقم البن رقم 16 والبن رقم 1 يربطون على الجراوند. اوكي بعد شو احتاج؟ احتاج الليد والعفو البن رقم 15 والبن رقم 2 يربطون على ال VCC او ال 5 فولت، فهذا اللي حيربط بدون مشاكل. اوكي هذا الريد، او خلي ارتبها شوية. ربطت 5 فولت، بقى لي البن رقم 15. هذا ايضا البن رقم 15 جبته 5 فولت. اوكي بعد شو احتاج؟ اذا ابغى احنا انا عندي البنات ال RS يربط بالبن رقم 2 enable يربط بالرقم بالبن رقم 4. هاي الارقام مين دا اجيبها؟ موجودة بالملزمة كخريطة الربط. عندي ال RW اللي هو البن رقم 5 يربط بالجراوند. اوكي RW الجراوند. باش عندي هنا أنا أقدر أربط مقاومة متغيرة، هذا البن رقم 3، بس هسه خليني أتركها بعدين أرجع لها. البن الرابع حربطه بن رقم 8، العفو مو الرابع وإنما الداتا الرابعة. الداتا الخامسة تربط برقم 6، العفو
9 واللي بعدها تضغط برقم 10 والداتا السابعة تربط برقم 11. خليني خلي اعطيهن الوان حتى اميزن. Purple. إذا نطيت أنا ما حتى واحد يميزهن. شو بقالي؟ بقالي هذا الكونتراست أحتاجه طبعا لأنه ما حد بين الصورة قدامي. أحتاج أربط هنا مقاومة. بس خلي أتأكد أحتاج هنا مقاومة متغيرة. هاي المقاومة المتغيرة يربط جزءها بالكونتراست. الجزء الآخر يرتبط بالجراوند. عندي جزء آخر يرتبط بالفي سي سي. تمام. هسه ايش بقالي؟ خلينا نجرب نشغلها. احنا طلع لي انفجار لأنه إذا أوقف على الهاي دي يقول لي دي يقول لي التيار دي يمر بيها كلش عالي، فلازم تحط مقاومة حتى تقلل. فاللي أحتاج شنو؟ ليش حطيت هاي المقاومة للاحتياط؟ هذا البنر اللي هو رقم 15 قبل لا يروح يعني لل LCD اللي هو أعتقد هذا، لا هذا لازم ما يربط رأسا وإنما يربط بمقاومة وراها يروح للبن رقم 15 او ايا كان ترقيمه، بس المهم الفكرة يعني. فحتى يقلل تيار الديمر لهذا البن. هسه ال LCD اشتغلت عندي، بقى بس اكتب الكود. صح ربطها شوي مزعج بس مو صعب، بس يحتاج شوية تركيز وباقي سهل. كود مالتي شلون راح يكون؟ احتاج استدعي المكتبة مع ال include liquid crystal h. بعدها شو احتاج؟ كون object من هذه المكتبة lcd مثلا اسميه. هنا اكتب الخريطة مع البنات اللي سويتها. الخريطة هي شنية؟ هي هاي البن رقم 2 و4 والبنات مال داتا. فهسا اكتب البنات مال داتا هي 2 و4 و8 و9 و10 و11. اوكي، احنا انا بداخل السيت اب مالتي راح اسوي LCD اللي هو الاوبجكت اللي كونته دوت بيجن. هذا رقم 16 و2 شي يمثل؟ يمثل الابعاد مال المصفوف مال ابعاد ال LCD اللي عندي. فهي الابعاد مالتها سطرين و16 عمود. هذا هو سطرين و16 عمود، يعني الفكرة مالتها. فهذا هو الرقم اللي هنا زين. بعد شو احتاج؟ فاقدر هنا اطبع طباعة اقول LCD.print اي عبارة نصية انتو تريدوها. اوكي، اللوب ما احتاج اكتب بيه شيء، يعني اقدر هواية خيارات اسوي بداخله بس مو ضروري. بس اذا اشغل السيميليشن مالتي حتطلع الكتابة مثل ما انا رايد. طبعا
اكو هواي بالملزمة، حمين مجموعة اوبشنات تقدر واحد يعني يقدر واحد يسويها، يعني مو ضرورية. المهم يعني وصلت الفكرة. شكرا جزيلا.